السلام عليكم. ثلاثة أربعة دقائق هذوما لفلف فيديو صغيرة نحب نوصل فيها أبيل صغيرة. حاجتي بثلاثة اتوديونات بنات في بارما. الأولاد الاتوديونات صاي الأولاد حاجتي بأكثر من ثلاثة ولقيت أنا حاجتي بخمسة لقيت ستة جا. توا مازالوا ناقصين ثلاثة بنات باش يخدموا هوني في بارما وعمل فني. البنات نحبهم يعرفوا عمل فني. تسمى عمل فني معناتها باش تطلعوا قدام كاميرا باش تخرجوا في فيديوهات باش يتفرجوا فيكم عباد. عمل فني اوكي. يعني ما تكلمنيش واحد وما تكلمنيش واحده من 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 بلاد اخرى. حاجتي هنا في بارما اتوديونات والا تبدا مقيمه هنا ميسالش. اما انا برجولي حاجتي اتوديونات خير خلي يعاونوا رواحهم. ثلاثه بنات بالنسبه للولاد صاي الولاد صاي سكرنا. قلنا ثلاثة بنات يسكنوا في بارما يسكنوا هنا. الخدمة هنا متاع حكاية عام خاصة المرة الأولى يمكن فما عندي تصوير هنا في بارما حكاية عام أوكي عام. وثلاثة بنات اتوديونات توانسة يبعثوا ميساج على الباج يا هذيك بسام باشا تي في يا بسام باشا وبسام باشا مكتوبة بالعربي غادي ولا غادي. تبعث ميساج تقول راني أنا اتوديونت على الحكاية اللي شفتها في بارما. ونعاود نقول مرة أخرى من جاية بركي مي غواردي كوزي ها سترانو نون سي نيانتي دي سترانو ما نيانتي. قلت لها شبيك تخزون لي كي قالت لي غريبه شنو ولا غريبه صاحبي يا معلم يا احمد تبيني ديناصور. ما تكتبليش حتى واحده تقول لي هاني نقرا في ميلان ولا راني نقرا في روما ولا ما عرفت. فما طفله قالت لي نقرا في فاك ما نعرفش شنو في تونس. نو ثلاثه اتوديونات يسكنوا هنا في بارما واضح نتاع خدمه عندي تصوير اقل حاجه نتاع عام وعمل فني. عمل فني يعني البنية اللي باش تبعث لي ميساج تعرف روحها راهي باش تخرج في عمل فني يعني باش تصمم تصوير وكاميرا وسيناريو دنيا وعالم الى اخره. واضح تخليه ميساج يا في بسام باشا تي في هذيك يا في بسام باشا وبسام باشا مكتوبه بالعربي اوكي. ميساج على الباج يا هذه يا الاخرى من غير ما تتفلسفوا برشا بالله ومن غير ما تبعث لي واحده تقول لي راني في روما ولا راني في ميلان ولا راني في بولونيا ولا بارما. بارما يلزم اتوديونات هنا في بارما. الاولاد صاي خمسه اولاد انا حاجتي بخمسه اولاد جوهم احلى جو متكلاسين بلايصهم حاضره امورهم واضحه. مازالوا ثلاثه بنات هذوما ومن بعد باش نكمل عندي شويه حكايات نكملوهم حكايه يمكن شهر كيك شهر وشويه ماسيموم ونبداو العمل الفني هذا ونبداو التصوير. الحاجه الباهيه يعني خاطر اتوديونات كي تبدا تقرا لروحها كي يبدا يقرا لروحه وننظموا ديما وقت التصوير هذاك ديما ننظموه نحن وقتاش وكيفاش وعلاش الى اخره الى اخره الى اخره. لذا في بارما راني باش نعمل عروق على فكره للجماعه الاخرين الحكايه نتاع الاتوديونات مش وقته توا نحكيو فيها على الحكايه هذيك زاد راني باش نعمل عروق الحصيل وباش ننبت هنا في بارما واحلى بارما واحلى توانسه في بارما واحلى جزائريه واحلى مغاربه واحلى مهاجرين واحلى طلينه واحلى عالم نعيشوا فيه. وكيف ما قلت لكم بجاه ربي ما تبعثليش وحده تقول لي راني اتوديونت في بولونيا ولا في ميلان ولا في روما. نو يلزم تقرا هوني في بارما واضح. هيا السلام عليكم. احمد ركز لهم مع شو يسميها ربي هذايا شو يسمي فيه بيلوتا.